الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأول شيء جوار حسين هل كنا قبل ساعتين وشان وكانوا جوار حسين إنه ما مشوف جوار حسين ما أنت محين وهيساء وحنو هاي قصة عجيبة قسم يا مو وح كشيء قبل ما قرنا قصة يا أم لنا قصة إكرباش يوح وربو سخلا سعدا واي واسع ها خاف كي نسوي ذلك قصة ودلقات كذا إنه يشاء و إنه دلقات يا شاء لازم لازم لأنه الضرب معها يعني كرباشة عضبت هاي جد مفهمين بعدين شو ذاك تي وحلا هاي مقعي وهلاي هي والهبل طبعا أنا وحي مركز أكله لها وحي وشيء لها يعني وهو كرباشة وأنا وشيء فالمهم وحلا هاي أبايا وحن حرير لهاني ويل موضوع لحسنة ما حا إذا هو اللحسن ما ننسى كرا ورتال سنة دا أفارق مستقبل إلى وذاي مع السلام ماشي سو يجي تفيه ماشي إذا ويجي تفيه فهم يصير لحسن حرير لهنا اللي ضاي لحسن ورتا محاكو جي لحسن محاكو قصب محال لحسن كو جي فوحي لاذ هاي وحا صاحبة هاني مقابر أو سمال عن كشقينينو أيا صاحبة هاني أن رونتي ولي إسكو مدينة هذا إنا ننكالي الله شو كان صدو كان ولي إسكو مدين إن أن قيانة ولي إسكو مدين إن أن شيلن كيسة أن ويدي ولي إسكو مدين إن أن وحيابة قصوصيات كيسة قصاب سن أن ويدي طبعا تاسع صح أسيرا سميسي وصح نينك رجع فاريس لما قالوا أنت كي إمادة نينك رجع وحي إبتاء أنت كي إمادة أنت أسرعتا أنت ياشك أنت طبعا وحكلي وقبرة وكنا عايو مسوي حكلي وحريرك دعيفك اللي ترى أو حكلي وحريرك كلا جري ترى وأنتاس حاجة أصعتها حاجة كيمات حاجة يا شيء مرك ما شاء الله وحنا عكسنا صلنا شيء وحلا هذا هو اللي جاي إيش كم الدين إن أنا هو أنت كيماتي أنت أصعتها محان صلنا شيء وحان مر والبتحجلين جري حريرك هنا يعني تحجلين جري مر والبوحان إن عن كفكير جري فرحدين مر والبوحان سمين جري وحكلي وحريرك هنا أتكيناي مر والبوحان سمين جري إن أنا حريرك هنا قرء قاض يعني ما دام أصير مستقبل أصلاً إجاله حد لين أنا كان إسكو مدين إنه مستقبل كله هذا وكل هذا دو أصير سو كهذا لين وأنا كهذا يا وحلاه ولا لهم حقوق ده على حسن وأنا مصنت إيه هل سنة هذي صار دافتر ولا سنة كلها هذي صار دافتر وحلاه وأنا مصنت إيه حقوق ده عني وأنا إنسان يعني لا عمل إذا وصلنا هنا ما أنا صار أفجر نوع مهم وحول بإن وحول بلاو ليهن نهاية لي وحول ببلاو له نهاية ليهن وحول ببلاو له رمادي ليهن وحن ذي عند لهن مر عن سلا مر والبعض الشيء ذا بق أوكي مركا وكو أو ما حان جرت ما أنت قرح وحكة له وحول بذي عند ليهن رمادي ليهن نهاية ليهن فلازم إنا ويديسج محا حل نوع نهاية ذي نمحي نكون كرتها سيدي وحي وربتها ولا لو هل سنة لابا سنة حرير لانها سيدي وحي وربتها عسي هو عامس انه هو عامس ما عامس يعني كان مال اما في الريزياء واه الله انت حد لك كره فأباي وحي ده وح مستقبل ايقوم سوق هذا وح ان حرير كينا نهاية ديسا ايقوم سوق هذا ما دمات كيسا ايقوم سوق هذا اما اقنهو غورمي اقباري سادتك غورمي ابها اقلا فريسانا غورمي انت اصبا شقوكو مالحن او حرير كينا واسك سعدا واس oo maxay la daasi waa adaa loo eebaayo raali ahow inaan taas ku dhawaan ku dhahay waa ogtahay adaa loo eeda dabaal ah yani qofka waa inuu mar walba uu in ka hadlaa fiigu jirka qofka bilaa qofka xiriirka la leedahay oo mar walba inaa kala hadashaa mustaqbalka oo mar walba inaa kala hadashaa waxa sameyn kartiin ma ahayn sidee tahay caafimaadkaaga ilaa sidee caafimaadkaaga lix sano hadii intee macquul ma ahan waxa kala waxii jiray ilaahay subxana wa taala qul sidee ay sheegtay aan soo gudbinaan fahmaysa marka allah mustaan waxay dhahday waxay sidaas ahaataba saaxiibtay marka ma ogeynay dhahday inaan ninkan xiriir aan la leeyahay markaan 3 sano aan xiriirka aan lahayn ninka 3 sano marka xiriirka la heeray aa u sheegay inaan ninkaas xiriirta xiriirka la leeyahay marka ma ogeynay dhahda saaxiibtayna ninkan hore isku yaqaaneen aqoon caadi ah ka dhaxeysay laakiin aqoon xiriir ah kama dhaxeeyeen marka saaxiibtay marka u sheegay 3 sano oo xiriirkeena 3 sano ay ku darsantay oo sii socdo أيضاً طبعاً وحي هذا سيد وكله ما هين قف أو جورستي أما قف جورسوم مرتي ما هين وسيد وكله جبر واي فوحي هذا صاحبته مرة كله وحي بلاضي إن إيجاد شركة سو إن كان إنه أساس أها إن كان إنه أساس أها إن كان إنه كان أها
waxay ii sheegaysaa dhahay ninkan wax aan runtii aan dhibsanaayo mar walba waxay ii sheegaysaa wax ninka igu diraayo wax aan ninka ku dhibsanaayo ma ahan ninkan nin meel u socdo ma ahan ninkan nin saan ma ahan ninkan waxay ii sheegaysaa waa dareemi kartiin adinkani dabcan anu waa dareemay wax aan loo baahnayn munaasib ahayn markaas oo ana nafteyda ninka ku nacaya ii sheegaysaa dabcan maadaama lix sano xiriir aan soo lahaynay oo markaan waa isleeyahay ninkaa maxaa ka qaldan maxaa daaray maxaa siga isleeyahay haddana waxaa iiga sheegaysaa saaxiibtay waxyaabo oo markaas aan ku dhibsanayo ninka aan rabin in aan ka maqlo ninkaas maadaama u ahaa ninka nolosheyda rubuceeda dhihi karaa ilaan qofka bini aadanka lix sano marka xiriir loola lahaa rubuc cumrigaaga asigaa qabo fawaxay leedahay abaayo allah mustacaan gabadhii markay sidaas samaynayso oo mar walba wax ay iiga sheegayso waxay dhahday akhiiran maxay ii keentay ma taqaaniin wallaahi waa cajiib dadka qaar ma garanayo anigu waxay samaynayaan dadka qaar damiirkooda ma garanayo siduu noqdo dadka qaar damiirkooda siduu u shaqaynayo ma garanayo cajiib waa saaxiibtinimada dadka harka ilaahay subxaana watacaala todobada ilaahay subxaana watacaala hooskiisa harsanayo waxaa ka mid ah laba saaxiiboo dar ilaahay isku jecel saaxiibtinimada ma ahan shay la heli karo saaxiibtinimada dayman waay saaxiibtinimada waa mar walba in tixgelin la siiyaa ixtiraam la siiyaa fahmaysiin waa sababta gabdhaha mar walba qaar ay u dhahaan kuwa caaqilka ay u dhahaan saaxiib iska ilaaliya saaxiib iska ilaaliya saaxiib iska ilaaliya runtii qof bili aadan oo walaal kaa dhigtay inaad qayaantid mise dabamar aa ku samaysid mise dabuur aa ku noqotid wax wanaagsan ma ahan bal lix sano ayadaa qalad ka samaysay lix sano ninkan waa dareemi kartaa inuusan dan ka lahayn nin lix sano way dareemi kartaa inuusan mustaqbal u jeedadin ninkan lix sano way dareemi kartaa inuusan ahayn qof hore u socda ilaan qofka markuu hore u socda mar walba wuxuu kugu soo qaadaa mustaqbal future sida noloshiina horumar ay ku gaari laheyd sida aa ku kasban laheedeen farxad sida aa ku kasban laheedeen nolol horumarta sida aa ku kasban laheedeen wax walbo xiriirkiina kor u qaada mar walba wuxuu kagala hadlaa laakiin 90-ga sidee tahay caafimaadkaag maan shaqaad maxaa kala soo kulanta maxaa yeeshay intee ka dhacday intee aaday maxaa cuntay maxaa cabtay ma ahan xiriir ma ahan taas fa waxay leedahay abaayo waxaa u sheegay ninkan inuusan ma aqaano oo igu soo qaadaynin oo maadaama ayada saas mar walba ii sheegta shakiyaa i galay waxaan baayo mar walba iima soo qaadee ani guur iguma soo qaadee ninkan maxaa samee maxaa samaynaa maxaa lahaa maa iska deesi maxaa ku falaysaa nin aan guur kugu soo qaadaynin ima dhahaysay dhahday u sheeg adi inaa uu guur kugu soo qaado inuu mustaqbalku aa ku qaadid aa ka wadaa u sheeg adi inaa ku qaadid in oo nahayadiina ama dhammaadkiina ay noqoto mustaqbal guur wanaagsan oo qurux badan ay noqoto adi may dhahaysay dhahda wax ra'yigaas ima siinayso laakiin waxay ileedahay mar walba ninaan guur kugu soo qaadayn ninaan mustaqbal in kaas dan kaa malahan wuxuu rabaa inuu wax walba kaa samaysto wuxuu rabaa inuu saan yeesho waxay isiinaysaa talo aan ninka aan ku nacayo aan khalaas aan nolosheeda kaga saaraayo anna waxaan leeyahay ninkan lixda sano aa soo waday bal heblaayay beenbeen wada cidla ah haa ku kala dhaqaaqina walbo waxa fiiriya maadaama lixda sano aa soo socoteen fiiriya meesha oo aa u socotiin marka waxay dhahday waxaan iska doonay geesinimo iyo waxaan iska doonay in aan noqdo waxaan dhahay walaalo macaano sidaan ma ahee maxaanoo tale maxaa naga halaysan xiriiraan leedahay waa wada socnaa waqtiguu ilaahay noo qadarana waxaan noqonaynaa dad oo meel kasoo wada jooga sax waa wax walba waqti ilaahay qorow ay dhacayaan laakiin waxaa loo baahan yahay labada qof in ay qaataan go-aamo labada qof in ay qaataan qaraar labada qof in ay qaataan wadahadal oo dhab ah ay natiijo ku heli karaan ama mustaqbalkooda waxyaabo wanaagsan ay ku heli karaan mustaqbalka ay ku tegi karaan marka waxay dhahday allah mustacaan sas markuu i dhahay waan yaabay dhahday waxaan isdhahay bal iska sug asi ka warsugti aan dhahay waxay dhahday abaayadii saaxiibteeda aheeday way aamustay way ii aamustay telefoon igama qabanayso allah mustacaan ima soo wacayso masajyo igama risaalooyin igama soo jawaabayso waan u diraaya waxaan isdhahay maxaa ku dhacay gabadhii shaqadii ma imaanayso allah mustacaan shaqadiiaa ka raadiyay ma imaanayso meel aan kala xiriirin malahan waa fikiray dhahda maxaa ka qaldan way isoo wacday akhiiran markaan maalmo aan isdhahay gabadhii abaayo intay ka baxday aan waayay dhahda way isoo wacday waxay dhahday abaamaha i dhigayso arooskayga soo dhow waxaan rabaa in aa imaadid cajiib waa wallaahi billaahi
عجيب إن عمادت إن ساسوا إنسان لما يوشيجي ساني كحرير كل هذا إيه مشيجينه ما هي تأسد على ما يوشيجي ساس إذا ما هي صاحب محاكاة قلدر أنت أصلا مالنا إذا ما قبلنا التلفون كإما نصور عن مسجيا شيء إذا كم صور جبابينه محاكاة قلدر مركز صوحي يقول تري إلى هذي الله مستعان معلش يقرأ على النقو معلش أفسو أفعلوا يعني كاس أنا معلش الوحي ما عربي أنا أقدر صدق ما دام أو المهم إن واحد هذا معلش إن لب ملحن هاد كل أروس كي ما نفلم واي إن والبوسو دي بقى كار كاجا إن إما وإنا كسر قب جست أروس كاجا أنا عني كقرن قابة كان غضب هذا والبوسو شيء جام حاوى صاحبه ما يا لب ملحن كل والبوسو شيء جا واحد هذا نين كانوا عادي سدي وإلى هالله أو لكن واحد هذا وح عن كدر يا ملحن شو واحد بده هذا نين كناك تأروس عي نعت عنك أروسعي وعب الله بضاضي ويلكي لحد السنة عن سجاي إجابتني صاحبتي إذا هذا بس أروسعي إذا هذا وح أوجها مالحن وح أوجها مالحن إيفيتيشن كي أما كاركي أروسك سأسجاي وحيد هذا وحين الله مستعان لقي مكان وانك علي صاحبه محكوم دعي ما أنت صايد هذا أروسك ما أنت وانصه هسكشة إما تنصو ديفن إيفيتيشن كا إن محقلدن مركز وحي هذا هذا أباي دب ملحن والبوسو دي بايا ما لنت اللباد وصص عن رهاي أوجاد هذا اللبادان إني أي إزجور سنايان وجور كود ويهاي وان قرع من هذا وحن سمية واي اكتئاب قال اكتئاب حال الله يعني خوف هذا الكوكو دقو واحد هذا الكسو بيحي واي اكتئاب قال هذا وحن صدمة أقول هذا مفاجئ إلى نقطة لما فلانة إلى نقطة وحن نلش شيء لأن في لنا إلى نقطة بعدك يدور بوح والب كفيله وح والب فيله هرتا هنقطع على عذو وح لما فلانة ومسوح مستحيلة أدونك عني سنجرين إن الله على كل شيء قدير وح والب وين عيان وح بي لما فلان كونه كون هذا صاحب هذا نينكا جورسته هذا صاحب كذا محير رأسي أو طبعاً صار محير لهذا نينكا جورسته نكا جورسته هدي نكا جورسته هدي نينكا سدح نأكله جورسته هذا نينكا هل نأكله جورسته انتبه وحبي يسمع لما فيلان كله نقوله لأنه وحنجبنا عالم نوع كله سيف ضد كانوا حواي إن سو ماله ذا وحيابها لقرية كبدن وحيابها دعو بقول كي بس جاشن السجال والقرية هل على صبحية بقول جيب سجاشن السجال نبيع السجال ويربو على قرية هل على صو سارة عدد كل شيء وحيابها عدد كل لولو ذاقين أكبرن وحيابها عدد كل لولو ذاقو ذات كأنه بالشدة إنه وح والبكرنا وح والبكرنا حدا سو ماله هذا ناي وح والبكرنا جرنا حدا عو وحيابها على قرية أيه أكبرن سد عالم كان أو كان منهن أو وحيابها قار وح والب بنان كل صار يو نف يقليل واي وحيابها على قرية marka waxay dhahday abaayo arooskoodi waa amini waayay dhahday maalintii indheega lay u soo tusay in uu arooskoodi ahaa telefoonka way iga qaban weeyday asigii arooskii markuu maalmo kasoo arooskii ka haray in arooskii maalmo ay ka hareen telefoonka way iga qaban waayay wixii oo rasaalo ay soo diri jiray maalahanay dhahday xitaa uu ii quri waay saaxibey ugu ani qofa la socda saaxibey uga qofkii lixda sano ah xiriir ka soo leheenay sidaas oo ii galay waliba meel fog igama aadinay saaxibtay oo guursaday dhahay bal hadda labadaas yaa qiyaano lotion la dhigi karaa yaa la dhigi karaa qiyaano way qiyaanay sameeyeen ma ninka mise naagta ani wallahi waxaan dhigi karaa labadaba way sameeyeen labadaba qiyaan way sameeyeen balse ilaahay subxaanahu wa ta'aala aka weyn kaasoo kale lagu leeyahay guurkaasoo kale meel ha gaaro adaa ugu xumaa qaladka aad samaysay qaladku ugu weyn oo samaysay waxay ahayd lix sano six year in aan nin jaamis aad siisay waxa ka badan boqolaal nin ka badan boqolaal nin inay ku baahnaayeen laga yaaba oo ah maxay raadasi aku gacan seertay boqolaal nin laga yaaba inay ku dabo ordaayeen aadan u jeedin boqolaal nin laga yaaba in noloshaada dan ay ka lahaayeen adigana aadan dan ka lahayn qofkan ku wada balse way kugu dhacday gabar walbo ama wiil walbo wallahi yan janis la siin xiriir hato hal sano dhaafo meeshiisa iskaaga nusa inta soomaali inta meqwa soomaali lawa 20 milyan waa umaleena ama in jigjiga ha joogo ama jabuuti ha joogo ama maxayrada in kenya ha joogo ama koofur ha joogo soomaali 20 milyan waa kasoo qabo 12 milyan waa nin waa 8 milyan naaga kasoo qabo intee cazaab ah intee single oo u baahan gabar wanaagsan
انت سنجل او وباهن غبر دقتا انت سنجل او رادينايو ان غبر مخاي راداسي ديني اخلاق ادب انت اسكو درستي انت رادينا مخا هل قف كوغو دجي دب مخا اوسيسنسا انت نين او وباهن غبر وناكسن انت نين او غور وباهن لا مالك كبلا والله مخا هل قف كوغو دجي نب كوغو سي قف كان هل سنه تحرير على لهدحي وسن غور وسو جيدين خلاص مع السلامه كبرنا هذا عرفت إني نين كودير يسوع مع السلامة جعانتك تاو هذا يقول هذا لكن مرة بعد ده سمعني يسوع مصلحة كبر ورا يسوع لكن مرة بعد ده يقول هذا هاي نين كاس إسكاجهر نين كاس سانواي نين كان نم في عن ما هذا يقول هذا هاي إيه تاس إسكجوي نجمع صاحب معهن صاحب ورا يسوع معهن كبر ورا يسوع كبر ده مرة والبق كتل سوق صاحب تهذا إيو صاحب كذا مصلحة ضاضة مرول بحل وكذا مرول بفكرتك كورني سجبنا صاحب تهذا مرول بدري سيسا إني جرب وطها مع هي قف مرول بكودير يسوع عربت يدون كوه هاي ستو جوك جوك كسين يسوع تصاحب معهن صاحب يالو إسكاجها راح ضع عقل ليه دينا ده أنا عقل اللي هن هذا إسكال الصعدة إب مرهن هذين كأذن تعال عن وايد الشيء مركا يان لوغو لوغو ان قف المستقبل وجيد المستقبل كو سو قادين يان لوغو لوغو ان نفتاده كو لوغو ان وخا ادون كان ميلكا او ليدahay ولله سبحانه وتعالى امانه كا ديغو اه هوبتيد ان هيست وانا رشال نفتاده وا اسكو داي نفتاده ان مر ولبا نمبر 1 ا كديكتيد ادلك كسو هارني اخرين ددكو او دنبيا كديكتيد نفتاده مر ولبا نمبر 1 كديك قف كا لا سوكنيسيد قف تا لا سوكنيسيد او فيرسو لازم وانا او فيرستا مركا ان شاء الله تعالى خير يا احمد ابروا خا اذا رجينا وديري يقرا النقطه او لا شيء جمال حسين واذن له كسو دواد شانل كيغا سبسكرايب بيصار مرها ولغينا هي صار نظرتي مفهمين خير يا احمد ابروا خا اذا رجينا شانلكا هوس او دعي سمحان ليب مالحان مركو الله سبحانه وتعالى ادمه او اسك كعادو الهي ادمن ما فيش مشكله خير يا احمد ابروا خا اذا رجينا او لا شيء جمال حسين واذن له كسو دواد شانل كيغا وان اذا جعلها هي فهمتي ايانتنا قبو دوغا قاهره كجري مرك فيديو مال دوبي كارو رالي نقضا مرك سيده سوايه هي قري احمد الدرجينا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.